العاصمة الإدارية الجديدة هي أمل لكل المصريين، وثورة عظيمة لتاريخ مصر المعاصر. كلنا في حياتنا بطل، والبطل بالنسبة لنا كمستثمرين هو المكان. وفعلا سنترال 33 يعتبر علامة من علامات الداون تاون، واللي فيه كل الخدمات اللي ممكن تحتاجها من بنوك ومحلات وأماكن ترفيهية. ده غير موقعه على ثلاث بيوت، السنترال بارك والووكينج سيتي وأضخم لاندسكيب في الداون تاون، وكمان المحور الرئيسي. سنترال 33 برج إداري وتجاري، فرصة لكل المصريين يبقى لهم مكان في العاصمة.